أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من ألو صحتي. عندنا الفقرة الأولى، فقرة في غاية الأهمية لكل سيدة حامل أو كل سيدة بتفكر في الحمل. طبعا بنتكلم عن متابعة الحمل، ولكن الفكر الجديد في متابعة الحمل، هل متابعة الحمل هو أن السيدة تروح تطمن بس على الجنين بالسونار ولا لأ؟ طبعا كتير من السيدات بتروح تطمن بالشكل ده وتقولك الجنين كويس وما عندوش أي مشاكل، وتفاجأ بعد الولادة ان الطفل نازل عنده مشكله. كمان كتير من السيدات تدخل الحمل وهي عندها مشكله، مثلا في نقص الحديد ممكن يبقى واصل ل8 وهي حامل، وتتعايش مع مشكله زي كده. هل ده الصح؟ ازاي نتعامل مع كل هذه المشاكل؟ الفكر الجديد لمتابعه الحمل، كل دي موضوعات هنتكلم فيها بالتفصيل، وهي منتظرين فيها تليفونات الساده المشاهدين على تليفون البرنامج. ومنورنا في فقرتنا الاستاذ الدكتور حاتم سعد شلبي، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب جامعه عين شمس. دكتور حاتم، مرحبا بسيادتك معنا. اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بكل بناتنا اللي بيسمعونا. دكتور، في البدايه يعني دايما كنا نسمع من الاطباء ومن السيدات اللي بيروحوا يتابعوا مع الاطباء ان السيده تروح تطمن على البيبي من خلال السونار، وتتبسط قوي لما تشوفه على السونار بتحرك كده البيبي كويس قوي. لكن طبعا القصة ما بتقفش عند كده، قصة بتبدأ من بداية ما الست بتفكر ان هي يبقى عندها بيبي، ايه اللي بتعمله وايه الخطوات اللي ممكن تمشي فيها علشان في الاخر خالص الطفل يبقى نازل بصحة سليمة؟ بالظبط استاذ محمد، حضرتك يعني لخصت اخر حاجة هقولها في يعني في المقابلة اللي بتقابل فيها مع بناتنا، حضرتك قلتها في الاول. فان شاء الله هنمشي سوا كده بإذن الله. هنعرف الكلمة اللي حضرتك قلتها في الأول دي، إن فعلا متابعة الحمل يا بناتنا اللي بيسمعونا، كل الأسر اللي بتسمعنا، المفروض الاهتمام بصحة البنت تبقى من قبل الزواج، لأن هي لما بتخش على فترة الحمل بالصحة الجيدة بنقدر نطور أهدافنا في متابعة الحمل. ولو بصينا على الكمبيوتر معانا سوا، إذا كان المتابعة الكمبيوتر نبص سوا انا مع طقم الكرو كله ناس ممتازه. فلو بصينا المتابعه في الاول كان الغرض ان انا اوصل ببنتنا الى بر الامان. صحيح. الحاله الوحيده في مصر، الحاله الوحيده لغايه السنه دي، وهنقول ليه غايه السنه دي برضه 2018 لغايه 2018 الحاله الوحيده اللي بناتنا او اي مصري بيروح للدكتور من غير شكوى هي في متابعه الحمل. صحيح. فما ينفعش اننا نتابع الحمل بنفس الاسلوب اللي المصريين بيعالجوا بيه صحتهم، وهو يحل مشكله طارئه ويعدي بيه بر الامان، او زي ما سعادتك قلت في المقدمه ان انا اوصل ان ام تطمن على الجنين بالسونار او تشوفه وتكتفي بهذا القدر. انا لما بوصل لبنتنا الى هذا القدر، انا متابعه الحمل دي تعتبر متابعه جيده. في بيبقى في امراض مش متشخصه. صحيح. في تطوير في شخصيه بنتنا زي ما هنعرف دلوقتي ما تشافش. فدايما متابعه الحمل بيبقى بمعاناه، ويا دوبك الحاله زي ما بيكون بتطلع مطلع كوبري كده وهي، او مطلع جبل، او مطلع عربيه طالعه مطلع والعربيه تعبانه، فيا دوبك بتوصل مش مجهزه، فيا دوبك بتوصل المطلع. وعاده في نهايه الحمل الام والجنين بيبقوا محتاجين، وبيبقى فيه توابع لمتابعه الحمل. ده اللي كان المفهوم القديم. احنا دلوقتي بنطور وبنقول لا، انا المفروض ان الحاله تنهي الحمل بصحه، نحافظ على صحتها، ما يبقاش الحمل لقى بظلاله السلبيه على الام او اثر على الجنين. فدي متابعة درجة افضل، وهي هنا بنتنا ما بتعانيش لا من امراض ولا من مضاعفات. صحيح. الخطوة اللي بعد كده زي ما شايفين، ودي اللي احنا نفسنا نشوف الدكتور مع حضرتك بقى، دي اللي نفسنا تبقى المفهوم الجديد زي ما احنا شايفين، اللي هو اللي هي الحالة بتستثمر في نفسها صحيا، بدنيا، غذائيا، نفسيا، عقليا، كل دي جوانب صحة لها درجات بتبتدي تستثمر بيها، بحيث بنتنا بتبقى في نهاية الحمل بتبقى صحة زي صحة الرياضي. يعني ممكن نشبه الثلاث درجات في نجاح متابعة الحمل، الفرق ما بين صحة حد مريض أو عنده مضاعفات
ان انا بحاول اطببه او بحاول اعالجه، وما بين حاله صحته كويسه بس مش قادر ما عندوش الكفاءه ولا اللياقه البدنيه ان هو يوصل للمرحله دي. وفي المرحله الثالثه المفروض ان اللياقه دي، هل اللياقه دي ليها جانب هي الصحه البدنيه بس؟ لا، ده عقليه ونفسيه وغذائيه وزوجية وكل الجوانب دي، وصحة وقائية، ويبقى لها فكر وقائي. لأن بنتنا اللي بتبقى حامل دي لسه في ربع، يعني دلوقتي متوسط الأعمار لبناتنا وللسيدات عدى 70 وهيشارف قريبا 80. صحيح. فأنت لسه يا بنتي، أنت لسه في بداية ربع حياتك. صحيح. إذا كان في ربع حياتك ومش قادرة تشيلي حاجة طبيعية وهو حمل وبتشيليه بمعاناة، هتكملي إزاي تلتين حياتك ولا تلات اربع حياتك القادمة؟ صحيح. ومن هنا لو الوعي ده والحلقة بتاعتنا دي نقلت هذه الدرجة من الوعي، هيبقى اكيد احنا كلنا نجحنا. صحيح. ووصلنا وصلنا للامتياز. هو هنا دكتور احنا عارضين اهداف متابعة بالظبط. وصلنا للامتياز، وده بيجي بان الدكتم البسيط اللي احنا بنتعلمه، ابائنا واساتذتنا كانوا بيعلمهولنا، ان راس مال الحاله بتاعتك هي صحتها. صحه طبعا. هي ازاي تستثمر بيها؟ دي اساسا الوعي. لو هي واعيه هتبتدي تتنبه. لان الجوانب اللي بنقولها دي لو انا في متابعه الحمله خطوه بخطوه في صحه عقليه، ولو في اي حد بيشتكي اي شكوى، يعني ايه صحه عقليه؟ يعني انا النهارده بعرف بدرس وبعرف كمعلومات ايه اللي بيفيدني، اديني عرفت المعلومه دي كطبيه. هل ده واقف على الصحه الطبيه ولا انا استفيد بهذا العلم من العقل ان انا استفيد بهذا العلم؟ طب هل العلم ده لنهايه؟ فابتدي اطور. ابقى عارف ان مثلا ان الجانك فودز اللي بناتنا بياخدوه بطلوا ياكلوا الاكل بتاعنا العادي، ده كله هيلقي اثاره السلبيه على الام وعلى الجنين على المدى القصير والمدى البعيد. صحيح. حتى الجنين لو نزل سليم بيبقى عرضه ان يجيله ضغط قدام، وعرضه ان يجيله سكر وتاخر في النمو، وبدا التقزم وبدا الضغط والسكر يعتري ولادنا في ابتدائي وفي سن. صحيح. شهور. ويعرف يا دكتور ان معظم اطفالنا بتدخل الحضانه. ما هو ده كل ده نقطة مهمة جدا. يعني أستاذ محمد حضرتك لمست فعلا واقع، لأن ده بقت النسبة توجع القلب. صحيح. يعني أنا النهاردة لما نقول نسبة القيصريات في مصر تخطى 60%. ودي إحصائية. صحيح. ده تعتبر سبة في جبين الأطباء وبناتنا وكل القائمين، لان ده عيب. ده هم كمان في احنا اسمها في مجلس النواب بيحاولوا اسمها ولاده طبيعيه يا باشا. صحيح. يعني انا لما اقول دي ولاده طبيعيه يبقى ايه القاعده؟ احنا الدوله رقم ثالث على العالم اعتقد. فانا النهارده لما النسبه تبقى 60 على نطاق الدوله، وفي الممارسات في العيادات الخاصه النسبه تتعدى 80 حاجه و80%، ده سبه. صحيح. ده معناها ان انا مش ناجح، لا الحاله ما عندناش حتى هذه الصحة العقلية دي مش موجودة عند الأطباء، لأننا سايفين الغلط وساكتين عنه. ما أنا النهاردة بقول لبنتنا خلي عندك صحة عقلية، يعني أنا عرفت الصح بعمله. طب هل أنا بقول لكل يعني ولادنا وشباب الأطباء ربنا يبارك فيهم وإن شاء الله الخير يبقى على أيديهم، والمصريات يشوفوا الصحة على أيديهم، وإحنا يعني إحنا وصلنا يعني عجزنا أهو، فالجيل الجديد ده تلامذتنا دول هم اللي المفروض يجي على ايدهم ده، فلازم يبقى ده يشترك، لاننا بنبقى في حقيقه الامر احنا والحاله تيم. طيب وجزء. احنا هنكمل يا دكتور بس ناخد برضو اول اتصال تليفوني معانا. الو 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 الو. طيب لحد ما الاتصال يرجع تاني يا دكتور، زي ما سيادتك اتكلمت يمكن كان في مجلس النواب من فتره كانوا بيناقشوا قصه الولاده القيصريه وان هي بيدخل فيها موضوع البيزنس، وبيتكلموا ان احنا في السنه ما يقرب من 2.5 مليون طفل، منهم 1.5 مليون ولاده قيصريه، يعني 1.5 مليون سيده في العالم ولاده قيصريه، فطبعا ده نسبه كبيره جدا طبعا. ومخاطر كتير، واحنا يكفي ان احنا كمان وصلنا الترتيب رقم ثالث دوله على مستوى العالم في الولاده القيصريه، وده طبعا شيء لا ما هي يعني. بقول لحضرتك حاجه زي ما حضرتك بتشير، ودي حاجه احنا مش بس المقصرين، وموضوع البيزنس ده مش هو بس السبب ده، لكن لما بنتنا تبقى صحتها يعني تعبانه فما بتستحملش، مش جاهزه للولاده الطبيعي، مش مجهزه نفسها طوال الاشهر الحمل ان عندها يبقى عندها مرونه في العضلات. لو هنتكلم على الصحه النفسيه، دايما بنتنا لما بتيجي تولد هي مصابه بهلع ومكبره خوف. صحيح.
فمفيش واحدة خايفة تقول الطبيعي طبعا طبعا. لكن انا النهاردة لانها ايه الرعب ده، ده ما فيش صحة نفسية. هل انا ابتديت اشتغل على بنتنا دي، واحنا اشتغلنا على بنتنا دي من اول شهر في الحمل، وابتدي اديها الاطمئنان وان الولادة الطبيعي وان المولى عز وجل خلق بنتنا دي مهيئة للولادة الطبيعي، وان هي اذا كان بناتنا زمان ولا سيداتنا زمان ولا امهاتنا بيولدوا طبيعي بمنتهى السهولة، وحتى كان الاحتياج للاطباء ده كان بيبقى حاجة للحالات بالظبط، وكان للحالات يعني الحالات المتعسرة او اللي بتعاني ربنا يعني ابتلاها بمرض ضغط او سكر او عندها مشكلة صحية صحية كبيرة. الكلام اللي زي ده لازم نشتغل بدري. طب انا بنتنا داخلة الحمل لا عندها صحة نفسية ولا عندها صحة عقلية، لليها درجات صحيح. لان انا في درجة هلع وبيبقى رعب، فالحالة مجرد ما يبتدي الانقباضات الرحمية بتاعت الولادة لا فالدكتور الحالة بتضغط عليه هي واهلها، والدكتور هو عاوز برضو يعني راحة المريضة في الاخر يعني زي ما حضرتك بتقول. لكن انا ما اقدرش اتهم ولادنا وبناتنا وزمايلنا الدكاترة بالموضوع ده، بس لا لان هو المفروض كان يبتدي ده استاذ محمد صحيح. من بدايه الحمل بس ومن قبل الحمل. عاوز اقول لك يا دكتور ان الولاده الطبيعيه حمل على الدكتور اصعب من طبعًا. الولاده القيصريه طبعا. فين الدكتور بيفضل متابع، هي دي المهاره، بيفضل متابع السيده كام ساعه عشان تقول الولاده طبيعيه، هي دي المهاره. لكن الولاده القيصريه طبعا يعني اسهل بكتير بس لها توابع طبعا وليها طبعًا. مشاكل طبعا، وحملها المره الجايه هيبقى اصعب عليها وعلى طبيبها صحيح. هناخد دكتور اتصال تليفون نرجع تاني نكمل. الو الو اتفضل يا فندم. هكلم الدكتور استاذ محمد. معاك يا دكتور. اتفضل يا باشا. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا ابني. لو سمحت يا دكتور انا معايا سؤالين بعد اذنك. اتفضل. اتفضل. انا مراتي كانت حامل من سنتين. ايوه. وجابت لي ابن وتوفى مني، هي كان عندها 42 سنه هي وحامل، وحاليا عندها 44. الابن قعد معايا سنه وشهرين وجاب التهاب رئه وتوفى. والمخزون عملنا تحليل الام اتش طلع قليل شويه. أي. بالنسبه للسن. والدوره بتتاخر. أيوة. فالاسبوع ده كشفنا يعني بيقول لي الدكتور حصل تبويض. ايوه. ده السؤال الاول يا دكتور. السؤال الثاني، حضرتك معايا اخت مراتي عملت حقن مجهري، الدكتور كانت البويضات ضعيفه، راح الدكتور قال لها اداها منشط اشتغلت شويه، طلعت بويضتين واحده كبيره واحده صغيره، عمل لها حقن مجهري بالكبيره وفشلت، وحاليا هي عملنا لها تحليل المخزون المبيض ده برضه طلع ما فيش خالص. وشكرا يا دكتور. تمام هنرد على سيادتك. حاضر يا فندم. اتفضل. في سؤال تاني؟ شكرا. اتفضل. هو الكلام هو محور الاجابه على السؤالين هو مخزون المبيض. انا اقول لبناتنا اللي بيلاقوا الاختبار ده يعني منخفض ما يفقدوش الامل. لان في نسبه كتير بنسميها ريزيستنت اوفري. والنسبه دي انا لقيتها في خبرتي وفي شغلي وبنقابلها كل يوم في سواء في العيادات وفي ممارساتنا الطبيه. في بناتنا الكلام ده ممكن الرقم ده يتعدل ويرجع المحزون يتحسن شويه ويتحسن، لان ده اسمه ريزيستنت اوفري، وده نسبته موجوده ونسبته بتتزايد. والاختبار بتاع الاي ام اتش ده هتلاقي فيه ناس كتير من بناتنا بيفاجئوا بيه. ده نتيجه ايه؟ لو هنرجع لموضوعنا تاني ونجاوب بيه، صحيح. ما انا عندي صحه عقليه صحيح. طب ما الصحه العقليه بنتنا دي من وهي سواء هي زوجة الاستاذ الكريم المتصل او اخت متصل، فهي اساسا ما راقبتش اكلها كصحه عقليه. لان في حاجات كتير في الاكل بتنال من هذا المخزون، بتاخد هرمونات ذكوره في اكلها، سواء الهرمونات اللي في الفاكهه، سواء المشروبات الغازيه، سواء المقليات الشيبسي ده اللي بيتغير الزيت كل 6 أشهر او سنه وبيعمل سموم، ونسبة تكيس المبيض والبطانة المهاجرة والأورام اللي فيها والأكياس على المبيض زادت. طب ما أنا النهاردة المبيض اللي وصل لي حالة إن هو بقى بنسميه ريزيستنت أوفر كان بيريفرسد، ممكن يتعدل. بس الأول أرجع تاني أساعد هذا الكلام إنه يتم، وبالتالي بنتنا وحتى زوجة الأستاذ السائل واختها بدأ يحصل تبويض. بس التبويض ده هيبقى ضعيف ليه؟ لأن هي بتشتغل بالكرابيج أو بالتحفيز. طب ده النهاردة لو شبهنا المبيض بتاع بنتنا دي سواء هي أو أختها بأن ده فرس، فهذا الفرس أجهد وأصبح غير قادر. هي بيشتغلوا عليها
بالكرابيك بالتنشيط بالتحفيز وبيطلع بويضات. تفتكر هذا الفرس هيقدر يكمل؟ لا طبعا. بحيث يحصل، الله ينور عليه، بحيث يكمل ويعرف يجيب، يعني يعرف يمارس حياته اللي هي الدورة، ولا تعرف يحصل تبويض اللي هي فرصة الحمل، ولا لو تحمل يعرف يشيل حمل، ولو شال حمل يكمل للشهر التاسع؟ لا طبعا. فهو ده الصحة عقلية وصحة نفسية. الصحة النفسية ان هي ما تجزعش، تواجه هذا الكلام وتهدأ، لان التوتر اللي بيحصل ان بنتنا بتبقى مشتتة شوية، تقول هاخد تحفيز وبعدين ترجع تعمل اطفال انابيب وبعدين تزهق وبعدين تقطع، ده اللي بنشوفه، تقطع ورقها. فاللي بنقوله ده هو ده انعكاس يا استاذ محمد بيه. لكل ده، لكل ده، وده المفروض بناتنا يعتمدوا بيه، لان المرأة في كل بيت هي القلب النابض، وهي اللي بتدي الحيوية، وهي اللي شايلة الحمل، لان الرجالة يا ولدها بيشوفوا اكل عيشهم في شغلانة واتنين وتعبانين. صحيح. فزا ما كانش دي رسمانها صحتها، مش هتعرف تعب، مش هتعرف تجيب دور زي ما بنتنا شايف. طب دي لو حملت، هتفتكر الحمل ده هيبقى يا دوبك هيبقى يا دوبك هي وطبيبها تعبانين، ولو كمل هتولد طبيعي؟ صحيح. ولو ولدت طبيعي الجنين هيبقى شاحن صحته كويس. صحيح. فده نموذج يا كل اللي بيسمعونا، ده نموذج اللي احنا بنقول عليه الصحه العقليه والصحه النفسيه، وبناتنا يتعودوا الثبات الانفعالي وارادتهم تبرز. الحاجه دي غلط، ابعد عنها. بحبها هتصرف، هاخد انا هعمل حاجات في البيت لها طعم، نفس الحاجات الطعم. الطعم اللي هو اللي بيغري الناس، والصوديوم مونوجلوتاميت اللي بيتحط على المصيبة اللي بتجيب ضغط وسكر لبناتنا وللحوامل، وبتوقف وبتعمل البطانة المهاجرة وبتعمل تكيس المبيض وبتأثر على الاحتياط الوظيفي وبتقطع الدورة بدري، كل الكلام ده يبطل. ففين السكر للفرس اللي هو المبيض بتاعك يا بني؟ فين السكر لكل جوانب صحتك بنتنا الحامل؟ صحيح. فالشواهد اللي حضرتك بتقولها ادي نموذج عينه. بس يا دكتور لو جيت لنقطه زي دي هتجد ان كل سيدة تقول لك انا طب انا اكل ايه؟ انا يعني هتلاقي معظم السيدات شغالين برضو بيساعدوا ازواجهم يعني. بالظبط. فهي في الشغل هتاكل منين؟ هتاكل برضو من بره. هنا بقى بوجه نداء لكل بناتنا. وانا يعني عامل يعني صفحه للفيسبوك، دي مش دعايه لان انا بعملها فري. وانا مستعد استضيف كل اقتراحات بناتنا واعرضها واسيب اسمها. هي تعمل ايه؟ في بناتنا انا بقول لهم بلاش الحاجات المرقه بتاعت دون ذكر اسماء الشركات، لكن دي كلها بس الطعم دي لا اللي هي بتتحط المرقات اللي بتتحط. تمام. طب انا النهارده في ناس بيعملوها، بيجيبوا فرخه بموجوده وصفات على النت كمثال، وبيتعمل وبيبقى اكلها طعمها جميل جدا، وبتتحط في المكعبات بتاعت التلج وتتشال في الفريزر، وبتتعمل ممكن مرقه فراخ وممكن تتعمل مرقه لحمه، وبتبقى اكل مفيد واكل لحوم مع مش واخده هرمونات واكل مش صناعي. لان انا النهارده الشركات اللي هي اللي بتعمل المرقه دي بتستخدم رجول الفراخ يا استاذ محمد، وبتستخدم احيانا الريش واحيانا الامعاء، والكلام ده مش في مصر بس، متهم بيه العالم كله. فهل بنتنا تبدا، وحتى بعضهم لما بيجي يشم ريحه المرقه دي بيلاقي فيها زناخ؟ ريحه صحيح، ريحه كريهه، بس بمكسرات الطعم اللي عليها. صحيح. فالكلام اللي زي ده، ومين قال ان الكلام اللي زي ده من الحاجات اللي بتاثر في الاحتياط الوظيفي وتاثر في سلامه الحمل وبتعمل لنا مشاكل في الحمل؟ صحيح. بنتنا يعني انا النهارده لما افاجئ ان نسبه الضغط والسكر في بنتنا الحامل، مش دي صحه عقليه؟ ان هي تحت ضغط، وهي مش من ضمن الصحه العقليه والكفاءه العقليه، ان انا تحت ضغط بفكر وبلاقي لي حلول، مش دي صحه عقليه؟ وده اللي انا بقوله، الصحه العقليه منها السقف. لكن بناتنا واعيين جدا وعلى درجه من الثقافه وقاريين كويس، ووسائل الكمبيوتر ووسائل التواصل، وبناتنا يعني حتى هم اللي بيعلمونا ازاي نخش على النت وازاي نعمل وازاي، عندهم معلومات كويسه. لكن هل استفدت بالمعلومه دي؟ هل انت اتاكدت ان المعلومه دي تناسبك يا بنتي؟ ده صحيح. دي صحه عقليه. صحيح. هل هتقدري تستخدمي عقلك في الضغط اللي زي ما انت بتقول حضرتك بتلمس واقع، وانا ما بتكلمش براهم، انا عايش وسطيهم، دول اهلنا وناسنا. صحيح. ناخد اتصال تليفوني يا دكتور ونرجع نكمل. الو الو الو، اتفضلي يا فندم. عاوز اكلم الدكتور. معاك الدكتور، اتفضلي. اتفضلي يا بنتي. الو، اتفضلي. انا مع حضرتك. قولي سؤالك، اتفضلي. هو معايا دلوقتي في الهواء؟ انا مع ساعتك. اتفضلي قولي السؤال بتاعك. انت دلوقتي على الهواء على التلفزيون يعني؟
يا استاذة اتفضلي قولي السؤال. عشان لو حضرتك حضرتك بتتكلمي من مصر ولا من بره؟ ايه هو؟ حضرتك من مصر ولا من بره مصر؟ من بره من مصر. طيب حضرتك سنك قد ايه؟ او سؤالك ايه؟ ايه مشكلتك يا استاذة؟ 7 سنين. متجوزة بقالك 7 سنين؟ لا سني 7 سنين. انت سنك 7 سنين؟ طيب ايه مشكلتك؟ طيب لحد ما نتصل رجعنا تاني بقى نحاول تاني. نرجع تاني يا دكتور كان في موضوعنا. فلو جينا بقى لاجزاء الصحه دي كلها، لان انا النهارده مش هستنى، انا عارف ان حاله الاعياء دي هتنال من الغذاء، وزي ما حضرتك بتقول ده سؤال صعب وتحدي نفسي وصحي. طب انا هعمل ايه؟ والاكل الصحي مش متوفر بسهوله، ما لازم اشغل طبعا، ولازم يبقى عندي ثبات انفعالي، ولازم برضو هبص تلاقي بنتنا دي، هل هتفتكر البنت اللي بنتنا اللي شغاله ولا بتعاني من اعباء الحمل نفسيتها تبقى زي نفسيه؟ لو هي صحتها كويسه هتبقى زي، هتبقى برضو يغلب عليها التوتر ويغلب عليها الانفعال، ومش هتبقى شخصيه يعني امتصاصيه زي ما بنقول لهم يا بنات نشتغل على صحتك النفسيه تبقى شخصيه امتصاصيه، والراجل اللي طالع عينه ده لازم تستحمليه ولازم تفوتي له عشان يفوت لك وعشان المركب ننجح بيها ويخلي بالك من غذائك. ما هو كل ده يا باشا تحديات، تحديات بنقابلها والمصريين بيقدروا ينجحوا، لان اي مصر بيتحط في سيستم وبيتحط في تحدي بينجح. صحيح. انا النهارده بناتنا الامومه فيهم تفرح يا استاذ محمد، وانا ما بقولش مجامله. يعني بناتنا رغم ما بيستخدموش عقلهم ان هم يفيدوا نفسهم، لانه بيعملها يا بنتي انت بتعملي ما يؤذيكي ليه؟ هل ده صحه عقليه؟ تقولي لا. طب ما نقفله. ما انا النهارده طب انا بغلط، يبقى خلاص غلطت ما بررش غلطي، اعديه ابتدي اصلح، لان ده نال من جسمي، نال زي ما بتقول حضرتك في احتياطي للمبيض، ما في احتياطي للكبد واحتياطي للكلى واحتياطي للنظر واحتياطي للاسنان. صحيح. واحتياطي للعظم. صحيح. واحتياطي العضلاتي. هل انا اشتغلت على الاحتياطي ده وقويته؟ لا طبعا. ولا اقعد ادي حاجات علاجات باخد منه حلاجات الصم عارف زي اللي بيرمم ولا اسس؟ صحيح. من العقل ان انا اسس. طب انا نفسيتي اللي بتديني الدافع والحافز والموتيفيشن هل هي سليمه؟ ولا انا تعبانه وجوزي تعبان؟ طب ما نستحمل بعض. خد بال حضرتك، لان هو النهارده طلعان روحه جاي في المواصلات ولا جاي في الشغل، واخد بال سدك وعنده احباب. فالكلام ده هو ده اللي بينجح، وانا حضرتك ابتسمت ليه؟ لان ده اللي احنا عايشينه في اسرنا، وعايشينه مع اولادنا، وعايشينه دلوقتي مع احفادنا. النجاح مع الضغط والظروف لذيذ، زي ما حضرتك ابتسمت الابتسامه الجميله دي، انا بشوفها في عينين بنتنا حتى مهما كان حالتها، لما تحس بنجاح ان هي بتنجح تحت التحدي. الامومه تحدي طبعا. الام، امي وام حضرتك وام كل اللي بيسمعونا، هي اللي عملتنا وهي اللي طورتنا وهي اللي وقفت جنبنا وقوتنا. فبنتنا برضو علشان تعمل نفس الدور اللي عملت له امهاتنا لازم تشتغل على نفسها، لان هي معرضه لاخطار امي ما كانتش معرضه ليها. صحيح. وضغوط حياه ابويا ما كانش معرض ليها، انا معرض ليها، واولادي اللي بيتجوزوا دلوقتي الشباب اللي بيتجوزوا مش معرضين ليها. فالنجاح تحت ضغط، هي دي اجزاء الصحه، هي ده النجاح، هي دي الصحه الزوجيه في كل معاملات الزوج وزوجته. نسبه الطلاق اللي زادت دي ما ده انعكاس، والخلافات الزوجيه انا هعرف اتابع حمل في وجود الخلافات الزوجيه دي ولا لازم نقرب المسافات؟ لان انا عايش وسط الناس وانا بنبقى اقرب ان نكون دكتور امراض النساء، ده الفرض في العيله. فالكلام اللي زي ده لازم نطلع من نجاحنا في متابعه الحمل او تكاتفنا في مواجهه اي مشكله. لان هو دكتور كمان السيده او الرجل بيحسوا ليه بسرعه عن الحمل؟ نتيجه برضو الضغط اللي حواليهم، يعني ضغط الاسره وضغط اسره الزوجه وضغط اسره الزوج. بص يا استاذ محمد حضرتك، انا بتكلم ببساطه وبتكلم من وسط الناس. صحيح. انا النهارده الشاب عشان يتجوز بيبقى يعني، وبنتنا عشان تتجوز بيبقوا داخلين على الجواز وهم مجهدين ومش جاهزين بالنقط دي، لا عقليا ولا نفسيا ولا غذائيا ولا بدنيا. لا ده بيبقى منهكين في بدايه جوازهم. هل اشتغلوا على نفسهم؟ وكمان عايزه تشيل شيله انها تحمل وتنجح في الحمل من غير ما تشتغل على نفسها. هيبقى تلصيم يا باشا. صحيح. صحيح. هو ده اللي بنقول عليه. ناخد الصلاه دكتور ونرجع تاني نكمل. الو.
الو الو اتفضلي يا فندم. لو سمحت انا متجوزه بقالي سنه وشهرين. ايوه لحد دلوقتي ما حصلش اي حمل اصلا. كويس ان شاء الله. ده مش فاكر عندي كام سنه يا فندم؟ عندي 20 سنه. 20 سنه. والزوج عنده كام سنه؟ الزوج عنده 30 اكبر مني ب 10 سنين. في قرابه بينكم؟ لا هو قريبنا من بعيد قوي يعني مش من الدرجه الاولى. تمام. حاضر. في سؤال دكتور حابب توجهه لها؟ هو موضوع تاخر الحمل يا بنتي ده هجاوب حضرتك. طيب اسمعني يا فندم من التلفزيون الف شكر. اتفضل. موضوع تاخر الحمل ده في جوانب كتير لازم بنتنا تشتغل عليه، وبرضه اللي انا بقول لحضرتك، هل بنتنا يعني هي شوقها للحمل؟ ادي الامومه اللي في بنتنا. شوقها نفسها طبعا تبقى ام. نفسها تبقى ام. الكلام اللي زي ده لازم عشان تبقى ام في حاجات، لازم الزوج صحته تبقى كويسه وقدرته على الانجاب تبقى سليمه، ودي عليها شغل. فيها شغل وقائي، شغل عقلي، شغل نفسي، شغل غذائي، وشغل في علاقته بمراته بصورها المختلفه سواء اجتماعيا او علاقات. واخد بال حضرتك؟ هل الكلام ده عمله ولا بيكتفي ان بياخد فيتامينات؟ والزوجه هل هي عملت الجوانب دي ولا بتكتفي ان هي خدت فيتامينات؟ صحيح. لان في مبيض لازم يبقى عنده كفاءه ان يحصل فيه تبويض، زي ما شايفين برضه على الكمبيوتر نفس الكلام. هو نفس الموال ما يخرجش عنه. في انابيب لازم ما يكونش فيه التهابات. بناتنا من هي بنت بنوت بتعاني من الالتهابات النسائيه، هل هي واجهت هذه المشكله ولا بتتعايش معها؟ ما هو ده بيأثر على قدرتها. ليه يا دكتور؟ يعني معظم السيدات فعلا عندهم الشكوى دي. الالتهابات دي يا باشا سببها الانيميا، ضعف المناعه. الانيميا طب مش قصه نظافه. لا لا لا، والنظافه السيدات هي يعني بص حضرتك المنظومه دي ليها اسباب. الشيء الطبيعي فيه وقايه ولا عالج؟ الوقايه طبعا. الملابس اللي هي الملابس اللي مش قطنيه، البنطلونات الضيقه بتاثر الرجاله وستات على قدرتهم على الانجاب. بتاثر وموجوده في المراجع في كبار. الاكل بيأثر. انا النهارده لما باجي لدي ما بشتغلش فكر وقائي، ما بشتغلش شغل عقلي ولا شغل نفسي ولا شغل في العلاقه ما بينهم، يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويبتدوا يواجهوا هذه الاخطار ويرجعوا تاني يدوا للفرس بتاعهم. يعني في المبيض ده فرس، الانابيب والوجود للالتهابات ده فرس. نفس التشبيه اللي قلناه اللي بنتنا اللي اتصلت في الاول، واخد بال حضرتك؟ الرحم، بقيه اعضاء الجهاز التناسلي، الزوج، العلاقه ما بينهم. هل الفرس ده اقعد اشغل بالتحفيز؟ وصلت الدرجه ان انا النهارده ناس كتير من الجيل الجديد، نسبه كبيره من الجيل الجديد القادرين بيحملوا باطفال بوسائل الاغصاب زي ما سمعنا، والوسائل المساعده دي كمان ده مش طبيعي. ونسبه الفشل فيه بتبقى عاليه، ونسبه تشوهات الجنين فيه بتبقى عاليه، وبنلجا لها واحنا ملوين دراعنا. مش استسهال، احنا طبعا جيلنا الجديد بيستسهل. يجي يقول لك انا لسه هاتي. طب انت يا بنت هتكملي ازاي بقيه حياتك كده؟ يعني جبت ضغط هتكملي بقيه حياتك ازاي؟ طب دكتور معلش برضه ناخد اتصال تاني بس اكمل بس اقفل الاجابه. وبناء عليه هي بتشتغل على النقط اللي زي دي، ولازم نفسيا تطول بالها لانها بتاخد فرصه يوم واحد في الشهر. فكون ان هي راحت لدكتور مش كل شهر تغير دكتور ولا كل شهرين، عشان تاخد فرصه هي بتاخدها، يا تاخدها يا ما تاخدهاش، مره واحده في فرصه في الشهر. يوم في الشهر. فانا النهارده يوم في الشهر فرصه واحده. فالفرصه دي لو كل الامور صحيا ونفسيا وبدنيا وغذائيا وعلاقه بينها وبين جوزها مواتيه وجوزها كويس ومواتية، الفرصة اللي زي دي نسبة الحمل فيها بتبقى 10% كمان. لو حافظت عليها الشهر اللي وراه النسبة دي بتعلى 15. فأنا النهاردة بنتنا تروح لدكتور لسه ما نجحش في الحاجات دي وعايزة تحمل خلال شهر ولا اتنين، تقوم تغيره لدكتور تاني يبتدي لها القصة من أوله من غير هي ما تشتغل. فالفكرة الوعي ده، وهم دارسين الكلام ده وعارفينه، هو ده اللي بنتكلم عليه. لما بنتنا دي بتيجي تخش على الحمل هتلصم برضه، ما هي دي حملت بالتلصيم. تفتكر دي هتكمل في الموضوع يا استاذ محمد؟ دي منظومه، وهو ده الواقع اللي بنعيشه احنا. صحيح. بنلصم، وده المفهوم القديم لمتابعه الحمل وحتى اللي بيتاخر حمله. طيب اسمع السؤال. الو ايه، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي مع حضرتك. انا
حضرتك انا متجوزه ومعايا جنى عندها 7 سنين، وكنت عامله استكشاف، كان الدكتور مخيط لي على الامعاء. عامله استكشاف ده اثناء القيصريه ولا حاجه تانيه؟ لا انا كنت بعمل، كان عندي كيس دهن، والدكتور قال لي ان هو يعني اعمليه عشان ممكن هو عيب خلق يعني. فقال لي اعمليه. كيس دهن امراض نسا ولا كيس دهن في جدار البطن ولا في البطن في الامعاء؟ امراض نسا يا دكتور. كيس دهن في المبيض. فجيت اعمله فدخلني في مشاكل ثانيه، خيط على الامعاء، وبعدين رجعوا عملوا استكشاف. تمام. الكلام ده حوالي لي يجي 2 سنين. فجيت لما جيت ثاني يعني ادور على الخلف وكده، لما يعني الحمل اتاخر، فقال لي عندك الانبوبتين مسدودين. الانبوبتين مسدودين. فبيقول لي يعني لازم اعمل حقن مجهري، بس انا طبعا ما يعني ما عنديش بتاع الحقن المجهري يعني. أيوة. عندك كام سنه يا فندم؟ عندي 30. 30 سنه. طب وزوج وزوج سيادتك؟ سوري؟ الزوج عنده كام سنة؟ عنده 37. 37. طيب في سؤال دكتور حابب توجهه لها؟ لا أبدا يا بنتي، اتفضلي. اتفضلي. عايزة تقولي حاجة تانية يا جنى؟ يا عمو جنى؟ لا لا شكرا. طب اسمعي من التلفزيون يا فندم، شكرا. اتفضل. هو بالنسبة لوالدة الأنسة جنى، دي للأسف أحد المضاعفات، لأن دي بيبقى علاجها مش سهل. وبيبقى فعلا للاسف هي الوسائل المساعده ابطل ناو للعلم اللي احنا وصلنا له، ما بنوصلش يعني. هي حقن مجهري ده حل. هو ده الحل اللي هي الوسائل المساعده. وبرضه بنرجع ان الحاجات اللي زي ده بيبقى لها حل وقائي، لان للاسف بناتنا ودراسات كتير بنعملها، نسبه وجود الالتهابات اللي في الجهاز التناسلي في اولادنا وبناتنا النسبه بتتخطى ال 50 60%. يعني نسبه كبيره. ودول من هم اساسا قبل الجواز واثناء الجواز. فهم بيبقوا عرضه، وعرضة لوجود الالتهابات. وحتى لما تيجي تعمل يعني زي ما بقول لحضرتك المنظومة كاملة، فبتبقى عرضة للمشاكل الجراحية اللي بتحصل في أحسن المراكز الطبية، ومع وحالة البنت كويسة. فما بالنا أن حالات بناتنا، صحة بناتنا معتلة وما بيشتغلوش عليها، وبياكلوا حاجات مؤذية، وبيتصرفوا ما بيستخدموش عقلهم ولا معلوماتهم في فايدة نفسهم. وبيبقى حالتهم النفسية دايما فيها اضطراب، فما بيبقاش عندهم الجلد ولا الاستمرار ولا عدم الزهق والاستمرارية، فما بتكملش. فدي ليها يعني بقول لها حافظي على صحتك العامة، ولعل الأيام القادمة يا إما حاجة من الاثنين، الأيام القادمة يكون فيها خير، نجد صرفة، لأن ده تحدي لينا كدكاترة، احد التحديات الضخمه اللي لينا اللي شباب اطبائنا، واحنا بنساعدهم كان هم اولادنا، اننا نمد ايدنا ليهم ونتعاون، نديهم خبرتنا ان نواجه ليه ده. والبطانه المهاجره، لان البطانه المهاجره برضو من الاسباب هي والالتهابات اللي بتقفل الانابيب، وبالتالي الحالات اللي زي دي بتبقى بتحد من قدرتها الانجاب، وبتقفل الخيارات اللي موجوده. يعني اذا يا دكتور ملهاش حل غير الحقن المكاني، حل يعني في الوقت الحالي. في الوقت الحالي. تمام. وان شاء الله المستقبل ان شاء الله اكيد دكتور، وتفائلوا بالخير تجدوه. الطب دايما يا دكتور في جديد دايما. لا في جديد. طب نحب نشوف يا دكتور برضه ستك حابب تورينا حاجه. في حاجه ثانيه اللي هي السلوكيات بتاعت بنتنا، يعني بنتنا عامله بالظبط في واحده في بدايه الحمل، كلهم بيبتدوا كده. كل بناتنا اللي بيجوا لنا ويشرفونا في عياداتنا وبيجوا لنا المستشفى الدمرداش اللي انا بشرف ان انا استاذ فيها على المعاش. يعني اتعلمت فيها وبعلم فيها، بيقول لنا بتبقى سلبيه، بتكتفي بالشكوى، يعني زي ما احنا شايفين بتكتفي بالشكوى، واقصى حاجه تاخد العلاج، مجرد ما الشكوى راحت تروح مبطله العلاج. ما بتكملوش كمان. بالظبط. ما بتكمليش، يعني واحده عندها انيميا بتعاني من دوخه زي ما حضرتك قلت، بتوصل احيانا الهيموجلوبين 8 أو 9، وتاخد الفيتامينات وتقول لها اهتمي باكلك، تسمع التعليمات وتعملها جزئيا وما تكملش. في واحدة تانية تبتدي تراقب روحها. الشكوى دي جت منين؟ أنا أكلت إيه؟ شربت إيه؟ لبست إيه؟ تعرضت لإيه؟ طب أنا أكلي ده، هل ده الأكل ده؟ عاملة فايل لصحتها. يعني هي بتراجع روحها، بدأت زي واحد عامل بالظبط، لو تشبيه بسيط. لو أي حد مهتم بحاجة، يعني بنت أي واحد، يعني أنا وحضرتك. أكيد أنا وحضرتك يعني اهتمامنا ببرامج الطبخ مش هتبقى عالي، واهتمامنا بالكرة هيبقى عالي. فأنا لما بنبص لبرامج الطبخ
فانا النهارده بنبص كده بلا كتراس يعني مش مهتمين، مش بتشد حضرتك الكوره، ببص تلاقي يعني زوجاتنا واولادنا وبناتنا بيبصوا للكوره برضو، ايه دول اللي بيبصوا اللي بيلعبوا ورا جلده وبيعملوا، فبيبقى مراقبتهم. يا بنتي اللي انت بتشوفيه في الحمل ده فيلم حياتك انت، اللي انت بيتعرض قصادك ده فيلم حياتك، ما ينفعش تتفرجي عليه بلا اكتراز. حتى لو فرغت عليه باهتمام زي واحد حب الطبيخ فبتهتم بيعمل ايه، حط التريكه دي ايه، حتى عمل ايه. فالبنتنا دي لما بتبتدي بقى، فمفروض ان بنتنا دي المفروض هي اللي تطبخ. صحيح، هي دي اللي بنسميها بقى اللي احنا بنقول عليها التلات درجات. لو نشوف برضه على اللابتوب ادي التلات درجات، ودي ملهاش حدود في كل الجوانب الصحية بتاعتنا. ما بين واحدة بتتفرج سلبي على حملها تكتفي بالشكوى، بتاخد العلاج تلصيم، ما بتكملش على المشكلة، وعيها مش مكمل على المشكلة. في واحدة تانية مهتمة بس برضو وفي واحدة تانية بتنط جوه الفيلم وتغير احداثه، لان الفيلم ده فيلم حياتك انت يا بنت طول عمرك. هنكمل بس ناخد فاصل ونرجع تاني نكمل في موضوع حلقة. أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية في صحتي، ولسه مكملين في المفهوم الجديد لمتابعة الحمل مع الأستاذ الدكتور حاتم سعد شلبي أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب بجامعة عين شمس. دكتور حاتم برحب بسيادتك معنا مرة تانية. أهلا وسهلا بكم. لخص بسرعة الكلام اللي احنا قلناه، يعني قلنا إن في جوانب كتير للصحة. الصحة دي مش صحة بدنية بس، لا في عقلية ونفسية وغذائية وزوجية وفي فكر وقائي، وان هي في الكلام اللي زي ده في سلوكيات للست اللي بنتنا الحامل ولا اي امراه، في سلوكيات ان هي يعني بتكتفي بالشكوى. صحيح. ولا هي بتراقب صحتها كويس، ولا هي بتتدخل وبيبقى لها دور، لان هي مش اللي بيتفرج على الطبخ او زينا واحنا بنتفرج على الكره، ده احنا المفروض نجري نلعب. صحيح. احنا اللعيبه واحنا اللي هنطبخ بالظبط، وبالتالي الدرجات دي تبقى موجوده. طب بنتنا في رحله الحمل لو بصينا على الكمبيوتر، ايه الاسلحه اللي معاها؟ معلومات صحيحه وترجحها مع الطبيب، لان في معلومات اللي موجوده في النت قد لا معظمها مغلوطه. صحيح. لا مش معظمها، يعني هي فيها جزء كبير سليم، بس جاز ما تناسبهاش بقت مغلوطه زي ما حضرتك. صحيح. فالغلط مش ايه، مش بنفس الصوره، عامل بالظبط لو شبهناه بالفيل، فالفيل ليه جوانب ما يناسبش الحاله. ما يناسبش الحاله. صحيح. انا النهارده الموضوع هي بتكلمني في الزلومه وانا بكلمها في الرجل او بكلمها في الناب، اللي يخصها ده. لو انا بدي علاج الزلومه للناب ما هتتاذي. صحيح. وبالتالي المعلومات بتبقى مشوشه، وفي بعضها بيبقى غلط، فحتى لو صح ولا يناسب الحاله ما هيجيب نتيجه عكسيه. طبعا. الحاجه الثانيه المهارات، مهارات التكيف مع الحمل. لاننا النهارده في واحده بدناها يجي لها طول الحمل. في واحده ما بتشربش غير كوبايتين سوائل طول الحمل. ما تكيفتش مع ده. في واحده عايزه تكتفي ان هي تاخد كالسيوم، انا مش هشرب لبن. لازم تشرب لبن يا بنتي، لكن هي مش خناقه. هل انت تكيفتي وخدت الاول لبن بودره وبعدين اللبن السايل ده وبعدين بدات تاخدي اللبن العادي اللي احنا بناخده ده تدريجي، عملت بليله؟ كل الستات ما بيشربوش اللبن العادي. لا، ما هو الكلام ده في منتهى الخطوره. لان انا اقول لحضرتك حاجه، ممكن نبقى نتكلم ده ولا اولادنا ولا في حلقات هتلاقي في زمايلنا هيكلموا اولادنا هيكلموا فيه. الكالسيوم بيدي صلابه للعظم طبعا، لكن اللبن والسمك والغذاء اللي فيه كالسيوم بيدي معاه المرونه. فبيبقى العظم عنده القدره على المرونه وبيبقى فيه القوه. لكن الكالسيوم بس بيدي القوه بس. فتلاقي بيدي صلابه عامل زي صلابه الازاز، فبيبقى برضه ضعيفه، ما بيبقاش في المرونه. احنا عايزين العظم والعضلات يبقى فيها زي الكره المطاط طبعا، في مرونه. الصدمات بنتنا دي لما تيجي تولد وبتشرب لبن وبتاكل اكل متوازن وما بتاخدش حاجات هرمونات تخليها على العضلات بتاعتها متليفه ومجلده زي الحاجه اللي واخده هرمونات، هيبقى في مرونه، عضلات الحوض هتفتح، ممكن تولد طبيعي. ففي جزء بنات اللي بتشرب لتر لبن في اليوم، 4 كوبايات ل6 كوبايات لبن في اليوم، وتاخدها تدريجي وهي بتتكيف معها، تاخده كاكاو تحطه على الشاي، تحطه على النسكافيه، وتزود اللبن تدريجي، وبعدين تبتدي تحط، واخد بال حضرتك، تحط عليه جوز هند. يعني ممكن تتصرف بحيث القدره على التكيف.
تقبل أعبائه، لأن في حاجات الشيء الطبيعي البطن ده يعني منطقة زحمة، لما طبعا بيبقى فيها الحمل هيبقى فيه ضغط على الأمعاء وضغط على الجهاز البولي وضغط على العضلات وضغط على الأوردة والشرايين. فهل الكلام ده ليه فكر وقائي علشان أنا أتقبل الأعباء وعرف إنها عندناها موجودة، ولا أقعد أدي مسكنات تأثر في الاحتياط بتاعت الكلى وبوص ألاقي في بنات لنا سن صغير من كتر أخدان المسكنات والمضادات الحيوية بيغسلوا كلى؟ فالكلام ده سبة في جبيننا برضو طبعا. ثانيا في حاجة مهمة جدا وهي أستاذ محمد بختم بيها في أسلحة الحامل، ودي أقوى حاجة اللي هي تطور شخصيتها. يعني بناتنا بيغلب عليها القلق، ما بترتبطش بالأسباب بتاعت العلاج، وما عندهاش طولة البال، عايزة نتيجة سريعة. التلات عيوب دي احنا بندننا ورا بنتنا لغاية لما تشتغل وتطور وتبني شخصيتها. لان يا بنتي سواء انت ربنا من عليك بالحمل او لسه ما منش عليك بالحمل، انت لسه في ربع حياتك الاولى، هتكمل ازاي بقية حياتك؟ لازم تطوري شخصيتك، لازم ما تقلقيش، انا بعمل اللي عليا وما اقلقش واقول يا رب. برتبط بالاسباب مش هستسهل. يعني زي ما بقول لحضرتك، حضرتك عكست انطباع ان حضرتك وصلت الدرجة ان كل بناتنا ما بيعملوش، لا لازم تترفض، واللي بيرفضها ياخد الثمرة، وكل اللي بيجتهد لكل مجتهد النصيب. صحيح. ودي غير دي طبعا، حتى في ان هي ترضع. يعني انا النهاردة انا عشان وسط الناس، يعني واحدة النهاردة لو هتجيب لبن صناعي يكلفها كام؟ مبلغ كبير طبعا. ولا هي ترضع طبيعي والعين بتاعها هدنه تعالجه من مشاكل؟ يعني من ضمن الابحاث اللي اتعملت ان الرضاعه الطبيعيه بتقي من مشاكل كتير جدا، منها سرطان الثدي على سبيل المثال. لا ده كل حاجه يا فندم، ده لو اتكلمنا عليها ده انا اتكلم على حضرتك مش ساعه، ده 8 ساعات. لكن الكلام اللي زي ده اللي انا بقوله لحضرتك عليه، انا يا بنتي فين رصيدك؟ اشتغل على نفسك، ابنك ده هيفرق ولا بنتك؟ صحيح. والحاجة التانية طولة البال، الناس عايزة ايه بسرعة؟ يعني احنا بقى فعلا يعني دلوقتي بسرعة. ليس متأخرا عن الان، ماشي ليس متأخرا عن الان، اعمل اللي عليك وقول يا رب. ولازم تطول بالك، لان انا النهاردة جاية اللي سنها 20 سنة وحامل ولا 25 سنة. طب ما هي 20 سنة اهمال، يعني كل الجوانب اللي احنا قلناها. وانا بستأذن بناتنا بقى، هخرج عن الموضوع في حاجة، ان انا حق ربنا ان انا لازم اشيل بوزارة الصحة. لان الفكر الوقائي مش موجود في مصر نهائي بصورة روتينية، وهي حتى كمان عرفنا ان هي عليلة، وعرفنا ان المفروض نشتغل عليها سوا في متابعة الحمل. الا في متابعة الحمل وهي عليلة وفيها قصور، ولازم نبقى طموحين ولازم نشتغل على جوانب الصحة كاملة. لازم واخد بال حضرتك، يبقى رد فعل بنتنا ده لازم يبقى ايجابي وتدخلي، مش واقفة تتفرج على حملها، ولازم يبقى معاها أسلحة تزودها وتقويها وتنميها زي ما احنا قايلين دلوقتي على فانا لازم هنا اشيد بوزارة الصحة بالحملة بتاعت 100 مليون صحة طبعا. لان دي اول مرة وغير مسبوقة على العالم، وهذه قفزة رهيبة طبعا. انا بتوجه لكل المسؤولين على وزارة، بشد على ايدهم وبقول لأولادنا وزمايلنا، معظمهم أولادنا اللي شغالين، لأننا خلاص إن هم شابوه وبرافو ويافت وكل الكلام الحلو بكل لغات العالم هقولها لهم، أنا بقولها لهم، وربنا يوفقكم، لأن الفكر الوقائي ده مهم، هو دي البداية، هو ده الأهم. وزي ما أنا بتكلم عن المفهوم الجديد، إن شاء الله نشتغل على الصحة ونطور شخصية المصري، ويبقى عنده طولة بال والارتباط في الأسباب، وإن يجد حلول ويشغل عقله ويجد حلول غير تقليدية زي ما حضرتك بتقول، اللي أساسا طب نجد أكل صحي إزاي، طب أنا أغير شخصيتي إزاي، نشتغل عليه. وأنا يعني وبالتالي انا في 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 لو بصينا لاخر شريحه دي على الكمبيوتر، انا في متابعه الحمل لازم اوصل لنجاح ان انا صحتي احسن، وبتمنى اننا في مصر البدايه اللي هي القفزه الرهيبه اللي مش موجوده في اي مكان في العالم وفري. يعني انا النهارده عشان اعمل اللي بيتعمل ده هدفع ميات طبعا طبعا، لما يتعمل فري ولا تبخسوا الناس اشياءهم. صحيح. لا طبعا، ونقول لهم برافو طبعا وكملوا. ونفسنا زي ما بنتنا الحامل بيبقى الواحد سعيد جدا لما اعدي بيها بر الامان، حتى لو عندها مشاكل هبقى اسعد لما يبقى صحتها في نهايه الحمل افضل من بدايه الحمل، هبقى اسعد واسعد ان انا اشتغلت على كل جوانبها الصحيه على كل اعضاء جسمها،
وان الفرس بتاعها اللي هو الكبد والكلى والطحال كل اعضاء جسمها اديتها صحه الرياضه فيه ونجحت. وبختم وانا طبعا انا سايب نسخ هديه من كتاب الحمل لكل اللي بيسمعوا. النسخه دي مش للبيع ولا دعايه، سايبها لكل بناتنا اللي بيتصلوا، وانا بعرض في الاخر حمله وزاره الصحه دي، ممكن حضرتك تختم بيها وبقول لهم برافو. والاعلان اللي موجود ده يعني فعلا يعني بقول لهم برافو ويافت، وربنا يوفقكم وان شاء الله تبقوا طموحين برضو زي ما نفسنا في كل اولادنا وبناتنا الاطباء الجيل الجديد ان شاء الله. دكتور طبعا والحوامل 100 مليون صحه، طبعا 100 مليون صحه لكل مصري وراس مالنا صحتنا. مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره مهمه جدا طبعا لبناء الصحه المصريه، واعتقد اللي اتحقق حتى الان في علاج فيروس سي العالم كله بيتكلم عليه طبعاً. وكمان والقادم يا استاذ محمد طبعا احسن اكيد، والقادم بكره يبهر العالم بكفاءه المصريين. وبنتنا الحامل بكرر لها في الاخر، طلعي الكنز اللي جواكي، كل جوه كل مصري ومصريه كنز، وراس مالكم صحتكم في كل جوانبها، نفسيه وعقليه وصحيه وغذائيه ان شاء الله. وربنا يمن عليكم بالصحه ونشوف معاكم احسن خير نعيشه سوا. دكتور حاتم سعداء بوجودك معانا في نهايه اللقاء، بنشكر الاستاذ الدكتور حاتم سعد شلبي استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بكليه الطب جامعه عين شمس. شكرا دكتور نورتنا، ولسه مكملين معاكم بعد الفاصل في ادو صحتك.